هذا كله يا بنتي خلاص يكفي تاكلين هذا الاشياء المضره بصحتك. وش فيها يا ماما؟ طول عمري اكل هذه الاشياء ما صار لي شيء. يا بنتي يا حبيبتي هذه المياه الغازيه والحلويات مضره بصحتك، ليه ما تاكلين زينا خضار وفواكه طبيعيه وازين لك؟ ليش؟ ليش؟ لانها تضر اسنانك وتساعد على التسوس. كلي معنا فواكه خضروات زي ما احنا ناكل. يا ماما يا حبيبتي انا بحب هذه الاكلات وما اقدر اعيش بدونها. لا تقدرين تعيشين بدونها، بس انت لانك مدلعه وعودتي نفسك عليها عشان كذا ما تقدرين تفارقينها. طيب خلاص بروح انام. قبل ما تنامين، الله يصلحك يا بنتي، قبل ما تنامين فرشي اسنانك لا تنسين. فيني نوم انا مكسله ما ابغى. على كيفك ما تبين؟ اسناني ما فيها شيء. من قال لك ما فيها شيء؟ تدرين اذا دامك قاعد تاكلين هذه الحلويات والشبسات والخرابيط اسنانك وما فرشتيها اسنانك بتموت خلاص، تعورك ويجي فيها سوس ويجيك كل بلا في اسنانك. الحمد لله ما اعاني من ولا شيء باسناني ولا عندي وجع. فرشي اسنانك. حلويات. وعليكم السلام يا رغودة، كيف حالك؟ الحمد لله بس متضايقة شوي. ليه يا حبيبتي؟ شكل اسناني هذه مو بزين، وكيستي كاتب في مزة يضحكون علي يسخرون مني. اسنانك ترى لها حل، من الممكن من الملك والممكن من الممكن ان نعالجها، بس انت اللي ما تبون تروحين عند الطبيب. ماما قلت لك انا ما ابغى اروح عند الطبيب مهما يصير، ما بروح يعني خلاص ما بروح. ليش يا بنتي ليش؟ الله يسامحك. هذه حركات الاسنان تعورني وتوجعني مره. هو بيخدر فمك وخلاص ما بتحسيني ولا الم ولا شيء. بيخدر فمي؟ انا اصلا اخاف من ابره المخدر هذه، تعورني وتوجعني مره. استغفر الله من دول البنات يا ربي يا ربي. الله. طيب بدخلي، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ ايش فيك انت بعد؟ ضرت يعورني من امس واخذ مسكنات ومضاد حيوي لكن ما فعل. ماخذه ايش؟ ومسكنات وايش؟ مضاد حيوي. وشلون تاخذينها بدون ما تشوفين الطبيب؟ عادي يا ماما انا متعوده على كذا. على كيفك متعودة ما متعودة، لازم نروح عند الطبيب، لا تعصبيني. ما أحب ومكسلة أروح أصلاً. أدري مين البنات بهذول البنات، استغفر الله. الحين أتصل على الطبيب يجي ياخذكم كلكم الثلاثة. تعالي يا لالا تعالي. الحين أتصل على الطبيب. إيش فيك؟ ضرس صار يوجعني. والله أنا قايلت لك فرشي أسنانك. يمكن بأي وقت تعورك أسنانك. الحين بتصل على الطبيب. الحين زين وش أسوي الحين؟ الحين بتصل على الطبيب يجي ياخذكم كلكم الثلاثة. دكتورة أسنان؟ دكتورة